الله نبدأ به نستعين عليه نتوكل منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم مشاهدينا متابعينا الكرام وأجمل تحية دائما هنا من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في انطلاق الأسبوع الثالث للتحديات من سن الكبار. بسم الله وعلى بركة الله تعطى الإشارة بانطلاق أول أشواط هذه الفترة الصباحية والمخصصة لمنافسات سن الثنايا لأبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات. نرحب بكل الحضور الكريم على أرضية هذا الميدان وكذلك بمشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسنج الناقلة للحدث والتحدي من أرضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات الذي يتزين دائما بانطلاق سباقاته على مدار هذا الموسم. كل التوفيق لكل المشاركين في هذا اليوم وفي كل أيام هذه التحديات. 6 كيلومترات هي المسافة التي تعلن انطلاقة أول الأشواط وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل. نتابع المقدمة ونسير إلى بداية الانطلاقات. الغزيل أحمد بن علي بن سعيد الرايحي في المركز الأول بينما على المركز الثاني من خلال هذه الانطلاقة المايدية طار حمد بن محمد بن القرين العامري الذي يعلن الانطلاق على المركز الثاني الى ثالث المراكز والتواجد هنا من فزع ياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي. وعلى المركز الرابع نذهب الى الراسي محمد بن سلطان بن سعيد المالكي بينما في خامس المراكز تظهر هنا التحديات هي هناك تواجد شكل سيف بن سعيد الشاعر في هذا الانطلاق. وعلى المركز السادس مباشرة الى تواجد الواعية سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري الى المركز السابع في هذه اللحظات وهنا وصال سعيد بن منانة الاشتبي على هذا التحدي. وهناك ايضا عودة الى المركز الثامن وانطلاقة المركز الثامن سمح راشد بن عبيد بالهلي الهايري. وعلى المركز التاسع وصل شاعر الحواس الست من خلال هذه الانطلاقات وهي دجلة سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. وفي عاشر المراكز تتواجد فراعة سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. هذه الأسماء ندعنا الأول في هذه الانطلاقات في هذه الأسابيع التي تحمل دائما المنافسة والتحدي وبداية التحديات والظهور للنجوم التي ستعلن أنها على المنافسة في المواقع الكبيرة. أعود إلى المقدمة أعود إلى بداية الاندفاع والغزيل لا زالت على مقدمة هذا الشوط تطير في المقدمة أحمد بن علي بن سعيد الرايح الذي يعلن هذا الهجوم المبكر في هذا الصباح. أما المركز الثاني فهي المايدية حمد بن محمد بالقرين العامري من خلال هذه الأسماء. أعود إلى ثالث المراكز وأتابع أيضا القادمة بقوة في هذه اللحظات وهنا فزع ياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي. وهناك على الجانب الآخر الشكل سيف بن سعيد الشاعر العلي على المركز الرابع. وخامسا هنا تظهر الواعية سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. وعلى المركز الثامن هناك الدخول من سمح راشد بن عبيد بن هلي الهاجري. وهناك أيضا على المركز الثامن من خلال هذه الأسماء أو سابع المراكز وهي تطير في هذه الانطلاقة وتعلن هناك سعيد بن حمد بن نصرة الإحبابي مع دجلة في هذا التحدي المركز الثامن. نعود مباشرة إلى وجود الراسي محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. شوف المركز التاسع المركز التاسع سعادة صالح محمد بن نصر العامري مع فراعة في هذا الانطلاق. وهنا أيضا ظهر الصعب ظهر الصعب في هذه التحديات والانطلاقات. وهناك
لمح محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. هذه المراكز، هذه الأسماء، هذه التحديات، الانطلاقات على أرضية هذا الميدان يوم من أيام الكبار. سن الثنايا وانطلاقة هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. الكل يسير بهدوء، يسير بهدوء، وفي المركز الأول لا تزال هناك من خلال هذه الأسماء، وهي الغزيل، الغزيل على أول المقدمة وأول التحدي والتنافس. أحمد بن علي بن سعيد الرايحي على مقدمة هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله، المنافس، المنافس القوي من خلال تحدياته الميدية. حمد بن محمد بن القرين العامري مع ثاني الأسماء، ومنافسة ثنائية على مقدمة هذا الشوط. وصلت الخطورة، جاءت الخطورة، انطلقت هذه الأسماء وهي دجلة، هذا النهر العظيم. سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي يأتي بدجلة في الانطلاقة على المركز الثالث وفي المركز الرابع. هي تعود مرة ثانية من خلال هذه الأسماء، وهي سعيد بن عبيد الحميري مع الواعية على المركز الرابع. ننتظر الأسماء، ننتظر المواقع التي ستحمل أيضا المنافسة والتحدي على أرضية هذا الميدان. 2 كيلو يا جماعة، 2 كيلو إلى المركز، إلى خط النهائي والمركز الخامس مباشرة إلى سمح راشد بن عبيد بن هلي الهايري. وهنا أيضا الصعب مع تواجد أيضا في هذه الانطلاقات، وهي لمح محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي في انطلاقة سادس المراكز، وأول ظهور مع هذه اللحظات اليمامة جاسم بن سالم بن جاسم المسافري، وهناك على المركز الثامن. يا سلام، يا سلام على فزع ياسر بن مخيد بن سعيد الخيلي. واشوف ايضا قادم اسم اخر، قادم اليروه، اليروه يمع بن حميد بن عمهي المنصوري، وهناك على المركز العاشر في هذه الاسماء وفي هذه التحديات. مخيفه راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي، ما شاء الله، ما شاء الله. ننتظر، ننتظر الاسماء، ننتظر التنافس، ننتظر التغييرات، ننتظر كل القادمين مع الأسماء الكبيرة هناك في هذه اللحظات. نقول هنا في هذه اللحظة ولوحة الإعلان القادمة لتعلن هنا الهجوم على خط النهاية، ما شاء الله وتبارك الله. وصلنا إلى هذا الموقع المميز، موقع التحديات. 1200 ما تبقى على خط النهاية في هذه اللحظات، والتغيير واضح، واضح على دجلة إلى المركز الأول. سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي، يا سلام، يا سلام، يا سلام، الاسم كبير والشعار مميز، وأيضا هناك الشاعر بأبيات أيضا خلفه هذا المسمى الكبير، دجلة سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي في المركز الأول. وعلى المركز الثاني الغزيل ما قصرت حتى هذه اللحظات، أحمد بن علي بن سعيد الرايحي. وفي المركز الثالث تتزال المايدية، حمد محمد بن القرين العامري ثلاثية المقدمة، وأشوف افتتاح الكيلومتر الأخير ودجلة إلى المقدمة، وأرى الأسماء. وصلت لمحة، لمح محمد بن سلطان بن مرخان إلى المركز الرابع، وفي المركز الخامس لا تزال إذا الواعي سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. الله، أسرعت دجلة، أسرعت دجلة، وهنا قادمة لمحة، والمسار ما شاء الله يحمل هذه الأسماء. الصعب، الصعب وشاعر الحواس الست في المنافسة الثنائية على أرضية هذا الميدان، ما شاء الله وتبارك الله. هنا سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي ودجلة تعلن هنا البداية والحفاظ على المقدمة، ما شاء الله. شوف الصعب قادم، قادم مع لمحة، المحت المركز الأول، المحت المقدمة، المحاولات قائمة من خلال هذه الأسماء، هذه التحديات. دجلة لا تزال على المركز الأول تسير أيضا بكل ثقة إلى المقدمة والصدارة. دجلة، 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 وهي الصدارة، ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا والناموس شاعر الحواس السد سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي على هذه الانطلاقة المميزة، وأول الأسماء. دجلة، 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 سلام يا الفقع، سلام. المركز الثاني لمح محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث من الجايدة سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد، المركز الرابع او المركز الثالث
الرابع هي الغزيل احمد بن علي بن سعيد الرايحي، وهناك ايضا الواعيه سعيد بن عبيد الحميري على المركز الخامس. هذه الاسماء، هنا التحديات، هنا الانطلاقات، هنا ما شاء الله الاندفاع على ارضيه هذا الميدان. اعود الى التوقيت 9:24 ثانيه وجزء واحد من الثانيه، ايضا تهانينا والناموس من خلال هذه الانطلاقه الى سعيد بن حمد بن مصرح الاحبابي على فوز دجله بالمركز الاول، بينما لمحه وصلت في المركز الثاني. شكرا ايضا من خلال التحديات، شكرا عبيد بن محمد بن سلطان من قاد ايضا التحديات لهذه الانطلاقه، والتهنئه الى مالك الشعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان. هي هناك 9 دقائق 26 ثانيه و9 من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس. اما ثالث المراكز فكانت التحديات تحملها، كانت هناك الشايدة من خلال سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد 9:29 4 من الأجزاء من الثانية. صباح الناموس، صباح التحدي.